مساء الخير. طقس مستقر عم بيسيطر على الحوض الشرقي للبحر المتوسط بيستمر حتى مساء الأحد، بحيث بتأثر لبنان بمنخفض جوي محدود الفعالية بيؤدي لطقس متقلب للتنين. إذن جو مستقر قليل الغيوم لبكرة، وكيف رح تتسجل درجات الحرارة بمختلف المناطق اللبنانية منشوف سوا. نبدأ مثل العادة من شمال، وعكار عم بتسجل 19 درجة، طرابلس 21، العاصمة بيروت 22 درجة، وصور أيضا 22. ننتقل إلى بعلبك اللي عم بتسجل 15، لقلو 11، الزحلة 17، وجزين 16 درجة. نسبة رطوبة ساحلة عم توصل لل 75%. الرياح السطحية جنوبية شرقية بتتراوح سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمعتدل. إذا شو الأجواء اللي بانتظارنا للأيام القادمة؟ للسبت جونا بتابع الصافي إجمالا مع ارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة لل 21 درجة، للأحد جونا قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة نهارا، واللي بتبدأ بالانخفاض تدريجيا بدءا من بعد الظهر كما بتنشط الرياح وبتحول الطقس إلى غائم، ودرجات الحرارة بتسجل 22 درجة ساحلا. للتنين جونا بتقلب لنشهد تساقط للأمطار المتفرقة والغزيرة أحيانا خاصة بالقسم الأول من النهار، ليستقر تدريجيا ودرجات الحرارة بتنخفض لل 17 درجة. للثلاثة جونا بيعود مستقر قليل الغيوم ودرجات الحرارة بتسجل 19 درجة. وصلنا لختام صفحة الأحوال الجوية لليلة، لقوني بكرة بنشرة جديدة وبذات الوقت. تصبحوا على خير.